رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، بالصحة والسلامة إن شاء الله، كل ناس كل الجنة. بايرن مبارك إن شاء الله، ألم يجي جن فارس. جميش تصيص لا تشبهش نبش كان ديش. والله ما يشتي بس نايزة. أقسم بالله العظيم إذا جيت أقسم بالله العظيم إني جيت بس في سبيل الله وفي سبيلكم حتى أنقذ البشرية من كل مرض الفيروسات والسرطان. رب العالمين مرتين أنا أصيب بالسرطان، رب العالمين شفاني خلال 7 أيام كنت أصيب بالسرطان. كل علاج موجود في القرآن وسنة النبي. ده إست هي أنتوشنا في الله نشتفي أكيد هذا سوى. ده هاتك خبز، ده هات زيش زين بقى حيت. دوش شفاط كبر أول وديزه كوران. هاتك خبز. Aber der hat sich selber geheilt. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله أحد على التلش أحمر أحلى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بشفائين العسل والقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بشفائين العسل والقرآن. Prophet Muhammad sagte. الصبر. هذا الصبر. Prophet Muhammad sagte heilt euch durch zwei Mittel Koran und والهنج. القرآن هو شفاء السماء، القرآن هو شفاء السماء. رب العالمين يقول القرآن روح، القرآن روح، القرآن is the geist. مثل إنسان روح. رب العالمين يقول والقرآن روح. يعني لما أطباء الأوروبا وأمريكا ليش فشلوا؟ لأن يقولون إذا واحد مريض يقرأ يغني له موسيقى في الطب. احنا كنت في طالب في الجامعة الأمريكية ليبرتي، نجحت الحمد لله، أوائل طلعت. ولكن أنا ما اتفقت مع أمريكان، قلت أنتم أخطاء في هذا الجامعة، لازم القرآن هو معجزة. غنيت على المريض كان ما يتحرك، ولكن ركزت على القرآن ونزل من القرآن ما وشفى، صار هكذا نجحت، صرت أوائل من الجامعة الأمريكية على دكتور. Aber das ist nicht, das ist falsch. Koran ist nicht, ist nur gut. Koran ist nur gut. واحد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأسي يوجعني. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحناء إنه نافع بإذن الله تعالى من الصداع. أين هذا السوق؟ Prophet Muhammad gekommen hat Kopfschmerzen. Hat gesagt, Henna ist gut für Kopfschmerzen. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللي عنده مثلا ما يستطيع يمشي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بألبان البقر فإنها شفاء وسمنها دواء ولحمها داو. بس يشرب يوميا شحن مال الغنم ما يبقى هذا الوباء. فاشر سلوبي مع العظام سلوبي زوبي فون لام زوبي فون لام للوجع العظام زوبي فون لام و15 عباية البامية الفقرات وبيضتين السستاو. بارك الله فيك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اي واحد عنده سخونه حراره، النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الحمى او شده الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. اذا حمى عليكم فلعشها على بالماء البارد لا يتوسخ. كالتس فاسر از جود. بروفيت محمد زاد فيها فيبا. نعم. بروفيت محمد قال جزاك كالتس فاسر. ثلاث صباحيات يسبحون بالماء البارد ما يتوسخ. دائما دوشه من كالتس فاسر. دان فيبا. واكو واحد معجزه للانسان يعالج 33 مرض بس بالهني عسل. وين عسل راح؟ بس بالعسل. عسل اذا يخلي على السره هذا البشر سره بالسره الماما ماذا؟ سره بالسره الماما يعالج 33 مرض، التهابات، وجع راس، معده، قولون، التهاب الرحم، التهاب البروستات، يخلي هني علي هوني هي 33 مرض. ليست هونيك هي فور دم شلافن داس از جود فير كرانكايت جيجن انتسوندونغ جيجن Honig hier vor dem Schlafen lassen hier und verbinden hier vor dem Schlafen. وعندنا آلاف الأحاديث. وإذا واحد عنده عينه ضعيف خليك الكحل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكحل من اكتحل فليوتر إنه يجل البصر ويلط الشعر. إذا شمينكن فور فخام إمام شمينكن وفد محمد قزاك فيها زين جود زين ماخن تراي مال يمتاك. واي واحد عنده مشكله اخر كلام اخر كلام سواك 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 اخر كلام بس ترجمه الحمد لله بالالماني انت قوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل الصلاه. سواك بروفيت محمد قال سواك سنه سواك عنده 10 فوائد اذا ما تقول بالالماني ليس مشكله. النبي صلى الله عليه وسلم ان السواك له 10 فوائد.
الله أكبر. السواك مطهرات من فم مرضات من الرب، ويقطع البغل، وينور الوجه، ويطيب النكر، ويفرح به الملائكة، ويشد اللثة. الله أكبر. سواك خشب واحد يعالج ميكروبات، الفرشة والمعجون يقتل ميكروبين في الفم، ولكن السواك يقتل الذر ويفيد المضر يفيده والبيفايدة الميكروب يبقي. الله أكبر. والسواك نوع السواك. وصلي على محمد وآل محمد. كثير لأن ما يستطيع يترجم كلها، يعني هو خبير في اللغة العربية. وصلي على محمد وآل محمد. خلي كلنا نقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. والسلام عليكم.